خليني بس اخدكم لفقره الاهلي في كل مكان، وتعالوا نشوف هتكون منين النهارده. الزمان يوم الاربع اللي فات، والمكان كان ملعب استاد القاهره، والمناسبه كانت قبل نهائي كاس مصر الاهلي وامبي، وكانت رابطه النادي الاهلي في الكويت جاهزه عشان تسجل لنا متابعتها للماتش واحتفالاتها بفوز النادي الاهلي ورايها في المباراه. تعالوا نشوف رابطه الاهلي في الكويت شجعت ازاي، ونروح للاهلي في كل مكان. ما شاء الله ده الاهلي، هو ده اللي احنا اتعودنا عليه. ان شاء الله موسم اكتساح بامر الله، مفيش حد هيقف قدامنا، مفيش فريق في افريقيا ان شاء الله رب العالمين هيقف قدام الاهلي. المنظر اللي احنا شايفينه النهارده، لعيبه رجوله وروح، مفيش حد هيقف قدامنا في افريقيا. ال 12 اهلاويه بامر الله، طول ما اللعيبه دي روحها ورجولتها، وطول ما الجمهور الاهلي ورا اللعيبه، ان شاء الله بطولتنا ال 12. مش بنفكر في الدوري ولا في الكاس، دول حاجات بناخدهم واحنا نايمين في بيوتنا. اهم حاجه عندنا ال 12، كلنا ثقه في ربنا ثم رجالتنا في ال 12. تقول ايه عن الترحال اللي كان في السعوديه؟ احنا جمهور الاهلي ورا الاهلي في اي مكان. رحت السعوديه، رحت الامارات، رحت قطر، رحت اي حد اي مكان في الدنيا هتلاقي جمهور الاهلي متواجد. ان شاء الله رب العالمين عملنا ترحال جمهور الاهلي في كل الخليج، عمل ترحال ورا الاهلي في اي حته. ان شاء الله ترحالنا اللي جاي، اول ترحال للبحرين ان شاء الله السوبر الباسكت، وان شاء الله مع الاهلي في كاس العالم في السعوديه ان شاء الله رب العالمين. يعني تقول ايه الماتش النهارده؟ الحمد لله ماتش جميل النهارده، والفريق ادى بمتعه، والفريق النهارده ابدع كالعاده مع مارسيل كولر. ما شاء الله الفرقه دلوقتي كامله ومكتمله، والبديل زي الاساس. قول ايه امام عاشور؟ امام عاشور ما شاء الله صفقه القرن بالنسبه لنا، وبصراحه ربنا لاعب سوبر. وتقول ايه المودست؟ مودست بدايه كويسه النهارده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله هيبقى الفتره الجايه يرفع الضغط على عليه الهدف ده، وهيبقى احسن فتره. هتعملوا ايه في ترحال الاهلي للسعوديه والبحرين؟ في كل مكان ورا النادي الاهلي، ماتشات وديه، بطولات رسميه، سله، طايره، وراه في كل مكان ان شاء الله. عايز تقول ايه بقى للجمهور وللعيبه والاداره؟ بصراحه ربنا الاداره وفرت كل حاجه كويسه للنادي، وما شاء الله ما قصرتش لا مع الجمهور ولا مع اللعيبه، حتى في التعاقدات جابت اللي احنا بنحلم بيه وزياده كمان الحمد لله، ما قصرتش. وده هتقول ايه النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، الف مبروك لامام عاشور على اول هدف ليه، ونسعى ان شاء الله في اللي جاي احسن ان شاء الله، وان شاء الله معاهم كل البطولات. داو تقول ايه النهارده الماتش النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي، مبارك لبيبو اللي عمل الفريق ده، والصفقه الاهم والاقوى للاهلي كولر، فبحييه. تقول ايه الماتش النهارده هاني؟ الف مبروك الفوز النهارده، فوز مهم جدا. احنا عارفين احنا بدانا الموسم بخساره، والاهلي لما بيخسر بطوله بيعوضها بجميع البطولات بعد كده بيكتسح. وانا مبسوط جدا ان امام عاشور النهارده ومودلز احرزوا اول اهدافهم، والف الف مبروك. تقول الماتش النهارده تيتو؟ الف مبروك لجماهير الاهلي في كل مكان، والف مبروك للعيبه، وان شاء الله القادم احسن واللي جاي افضل، وان شاء الله تكون دفعه معنويه كبيره لامام ومودلز ان شاء الله للي جاي، ويكون يشيل منهم الضغط، وان شاء الله اللي جاي كله الاهلي. تقول الماتش النهارده خيري؟ ايمن ايمن ان شاء الله. الاهلي الماتش النهارده؟ ماتش الكوره عامل النهارده ماتش تكتيك عالمي، بيعرف ازاي يفوز، الاهلي دايما بيعرف ازاي يفوز، الاهلي دايما رقم واحد، واحنا في ظهر الاهلي في كل مكان. ان شاء الله دايما الاهلي بيمتعنا ودايما بيشرفنا، وان شاء الله بدايه حلوه للمدرس وكل الدعم ليه، وامام عاشور احنا وراك بندعمك، ما تخافش من اي حد. جمهور طول ما جمهور الاهلي ورا لعيب، طول ما هو هيكون ان شاء الله رقم واحد في مصر. عارف هتقول ايه الماتش النهارده يا ابو حمد؟ الحمد لله ربنا وفقنا، ونفضل ان شاء الله داعمين للنادي الاهلي. هتقول ايه الماتش النهارده؟ قول الف مبروك للنادي الاهلي، واحنا وراك في كل مكان، وان شاء الله كل البطولات جايه بعد كده باذن رب العالمين، والف مبروك لكل الصفقات. وليد تقول ايه الماتش النهارده؟ قول الف مبروك للنادي الاهلي، وبدايه موفقه ان شاء الله لامام عاشور، وان شاء الله اللي جاي احسن، واحنا وراك يا امام، والف الف مبروك للنادي الاهلي. البس التيشيرت تقول ايه الماتش النهارده؟ الف مبروك للنادي ولجمهوره، الحمد لله عندنا فريق متكامل، البديل زي الاساسي، مودست ان شاء الله الفتره الجايه هيبدا اكتر من كده. الف مبروك للنادي الاهلي، ونتمنى يفضل على مستواه كده على طول، واحنا وراك يا اهلي في كل مكان. قول الماتش النهارده كابتني. الف الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله متقدم، والف مبروك لامام، تفضيله موفقه ان شاء الله، هو مدير عمر.
الف مبروك للنادي الاهلي. كان في زمان بعت الخيام دلوقتي سلسلات كوره احلى حاجه. مارادونا في الماتش الماتش مبروك للاهلي والاهلاويه على طول كده ان شاء الله. الف مبروك للنادي الاهلي عملوا